في ظل استمرار جهود البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، تتوجه الأنظار نحو نائبه محمد مخبر الذي انتقل بدوره إلى مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية من أجل متابعة عملية البحث. وبحسب الدستور الإيراني، فإن المساعد الأول لرئيس الجمهورية يتولى وظائف الرئيس في حال وفاته أو عزله أو استقالته أو مرضه لأكثر من شهرين. ينضم إلينا من عمان الدكتور نبيل العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية. دكتور نبيل، أهلا بك عبر منصة وقناة المشهد. ولعل يعني أبرز الأخبار العاجلة التي تشير إلينا الآن أن رئيس الأركان يطلب إجراء تحقيق في حادث تحطم هذه الطائرة أو سقوطها، وهو يجعلنا نتساءل عن يعني طبيعة هذا التحقيق. هل يكون هناك يعني نوايا أخرى في أو معلومات أخرى أو ما شيء آخر حول سقوط الطائرة بعيدا عن الأجواء الجوية؟ هل تعتقد إيران أن يكون هذا الحادث متعمد نوعا ما؟ مساء الخير أستاذ مالك. يعني هذا ما وجدته في وسائل الإعلام الإيرانية، خصوصا قبل ما أدخل الاستوديو، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، تحدثت عن عملية تخريب طالة مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي. هذا يشي مالك بأنه الأمور منتهية، بأنه يعني الرئيس رئيسي قد لقي حتفه، على الرغم من يعني أسميه الإعلانات أو التسريبات المتضاربة التي صدرت في وسائل الإعلام الإيرانية، لكن الوسائل الإعلام المحسوبة على استخبارات الحرس الثوري الإيراني وعلى الحرس الثوري الإيراني تتحدث بشكل واضح وصريح على أنه مروحية رئيسي لم تهبط بل سقطت، وهذا له مغزى ودلالاته. ثم الآن بدأنا نتحدث عن إسقاط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي بفعل عملية تخريب أو بفعل عملية تخريب، و الآن بيتنا نحن أمام سيناريوهين اثنين. السيناريو الأول إما أنه سقطت هذه الطائرة بفعل ظروف جوية، والسيناريو الآخر والمرجح وهو ما تحدث عنه التسريبات الإعلامية على أنه فعليا تمت عملية تخريب لطائرة إبراهيم رئيسي والتي أدت إلى سقوطها. الأمر الثاني أنه تدرج وسائل الإعلام الإيرانية وعدم التعاطي مع معلومات يعني دعني أسميها صريحة وشفافة للإعلام بشكل يعني كما نقول دايركت، بعطينا مؤشر واضح على أنه يتم تهيئة الرأي العام الإيراني على وجه التحديد لتلقي خبر وفاة إبراهيم رئيسي ومرافقيه، يعني خاصة أنه حتى نقطة أخيرة فقط مالك، نقطة أخيرة فقط مالك، أنه حتى وكالة إسنا المحسوبة على وكالة الطلبة الإيرانيين قبل قليل أعلنت عن وفاة وزير الخارجية الإيراني وثلاثة من مرافقي الرئيس إبراهيم رئيسي، مما لكن يعني أنه لكن لم تتطرق إلى 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 وفاة أو رفاة الرئيس الإيراني بعد حتى اللحظة هذه الوكالة. نعم لم تتطرق ولم تتحدث. طيب دكتور واضح. أنت يعني تحدث عن تفضل. لا فقط أشارت إلى أنه فرق الإنقاذ ما زالت تمارس مهامها، وأنه هنالك طائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني فعليا قد حددت موقع سقوط طائرة إبراهيم رئيسي. والمثير أنه حتى أنه كيف طائرات مرافقة لرئيس الدولة مسؤول عما يسمى في إيران بأمن القائد، لغاية هذه اللحظة يعني تم تحديد مكانها ومكان هبوطها، وبنهاية المطاف لم يتم تحديد
منطقة سقوط طائرة إبراهيم رئيسي على الرغم من أن مرافقة له. يعني طيب هذا بيشير على أنه معلومات متضاربة. يعني نعم المعلومات المتضاربة، وأنت أشرت إلى نقطة مهمة أن هناك سيناريوهين اثنين بخصوص ما حدث، إما الظروف الجوية وإما السيناريو الذي يرجحه البعض من وسائل الإعلام الإيرانية أن هناك عملية تخريب. وهنا نطرح السؤال، من قد يكون وراء عمليات التخريب مثل هذه، وكيف يمكن أن يحدث ذلك في طائرة الرئيس الإيراني التي من المفترض أن تخضع للعديد من إجراءات السلامة والمعايير، معايير السلامة قبل إقلاعها؟ سؤال مهم، لكن نحن أمام عدد من الفرضيات. الفرضية الأولى هي قد تكون إسرائيل وراء هذه العملية، وإحنا لا نستبعد ذلك مالك، خاصة مع عمليات الاستهداف الممنهجة التي طالت إيران. يعني تصور أنه إسرائيل استطاعت الوصول إلى الأرشيف النووي الإيراني وسرقت أكثر من نصف مليون ونصف وثيقة من هذا البرنامج، وخرج علينا بنيامين نتنياهو على وسائل الإعلام واعتز بهذه العملية بأن الموساد الإسرائيلي هو من نجح بسرقة الأرشيف النووي الإيراني. الأمر الثاني أنه حتى إسرائيل قامت باغتيال 10 من العلماء النوويين الإيرانيين اللي كان عليهم دائرة مغلقة أمنية مغلقة، وكان آخرهم محسن فخري زادة في قلب العاصمة طهران في يناير من عام 2020. ثم اغتيالات كثيرة طالت عدد من رموز وقيادات الحرس الثوري الإيراني، أكثر من 21 ضابط من هذه القيادات إما في قلب العاصمة طهران أو في مناطق جغرافية عديدة وفي في 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 سوريا، وكان آخرهم تفجير القنصلية أو استهداف المبنى الملحق بالقنصلية الإيرانية. لكن يعني الإسرائيليين عودونا على عمليات اختراق نوعية وأزالوا الغموض عن عمليات الاختراق، بمعنى بيخرج علينا مسؤول أمني إسرائيلي أو مسؤول سياسي ويتحدث حتى بشكل واضح وصريح عن مسؤولية إيران، عن مسؤولية إسرائيل عن هذه العمليات بعد انتهاج إسرائيل ما يسمى بسياسة أو استراتيجية رأس الأخطبوط عن طريق نقل المواجهة إلى داخل العمق الإيراني. وبالتالي أحد هذه السيناريوهات ربما استهداف إبراهيم رئيسي، قد تكون هذه أحد العمليات التي قام بها الموساد الإسرائيلي. وتصور أنه عملية الاختراق يعني اللي طالت عدد من أجهزة الأمن الإيرانية، طلع علينا أحمد نجاد على وسائل الإعلام الإيرانية وقال أنه حتى مسؤول تجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية كان مجند من جانب الموساد الإسرائيلي. الآن الفرضية الأخرى هي فرضية الصراع الداخلي ما بين أجنحة النظام الإيراني. إحنا مالك نتحدث عن 26 جهاز استخبارات موجودة في إيران، هناك تصفية حسابات كبيرة بين أجهزة الاستخبارات، خصوصا بعد إقالة حسين طائب مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني اللي له ثقل ووزن كبير عبر رئاسته لهذا الجهاز لأكثر من 12 عام، وتولي محمد كاظمي بديلا عنه، وهذا ما أدى إلى عمليات اختراق غير مسبوقة للأمن الإيراني، ربما بتسهيل من جماعة حسين طائب، حتى بدأت هنالك أصوات تقول أن النظام الإيراني بات يدفع ثمن إقالة حسين طائب. الآن يعني النظام الإيراني عودنا أيضا على تصفية رموزه، يعني هاشمي رفسنجاني كما أعلنت عن ذلك ابنته فائزة رفسنجاني وتم تصفيته من جانب النظام الإيراني. هنالك عدد كبير من القيادات الإيرانية موجودة داخل الإقامة الجبرية وممنوع عليها أن تتواصل مع وسائل الإعلام، في مقدمة محمد خاتمي، أحمد نجاد، من حسين موسوي، مهدي كروبي وغيرهم من القيادات اللي كانوا حتى قادوا إيران لفترة طويلة. يعني الرئيس محمد خاتمي رائد ما يسمى بسياسة تشنج زادايا أو إزالة التوتر مع العالم الخارجي، شوف الآن ماذا حدث له. حسن روحاني تم منعه من الترشح للانتخابات مجلس الخبراء القيادي، وتم منعه من الترشح لانتخابات مجلس الشورى الإيراني، وكانت هذه رسالة واضحة على أن النظام الإيراني لن يتسامح مع أي شخصية قد تكون معارضة لهذا النظام الآن. طيب فقط اسمح لي دكتور نبيل بأن أشير لبعض الأخبار العاجلة التي ترد. يعني وكالة مهر تقول أن سقوط مروحية الرئيس الإيراني كانت بسبب سوء الأحوال الجوية، ولا يمكن تأكيد أو نفي إصابة أو مقتل ركاب مروحية الرئيس الإيراني حتى اللحظة. كذلك الأمر التلفزيون الإيراني الرسمي أشار إلى أنه لا يمكن تأكيد مقتل أو إصابة من كان على متن هذه الطائرة حتى اللحظة، وأن تحطم الطائرة جاء بسبب الأحوال الجوية. وكأن وسائل الإعلام الإيرانية دكتور نبيل تحاول أن تبتعد قليلا عن أي سيناريو يشير إلى أن كان هناك عملية تخريب لربما، وأن ما حدث هو فقط حدث بسوء الأحوال الجوية. في حال
كان ما حدث بسبب تخريب، هل ستعلن إيران أن ما حدث كان نتيجة عملية تخريب من أطراف تعتبر أعداء لإيران، أم ستلتزم الصمت في هذا يعني الشأن، وبالتالي حتى لا تفقد ثقتها بين جمهورها وشعبها بأنه تم اختراق يعني هذه البروتوكولات الرئاسية وبروتوكولات السلامة؟ شوف مالك، سؤال مهم. يعني عادة الإيرانيين عودون على سياسة مهمة، يعني عندما بيصير أي حدث مهم داخل إيران أو عملية اختراق دائما ما يتم نسب ذلك إلى ربما عوامل جوية أو مناورات عسكرية. يعني شفت انت عملية استهداف مصانع انتاج الصواريخ في كرمانشاه، تحدثوا على ان هنالك مناورة عسكرية إيرانية تجري في المنطقة، لكن اثبتت الاحداث فيما بعد، وحتى باعلان الايرانيين انفسهم انه كان هنالك طائرات مسيرة انطلقت من داخل الاراضي الإيرانية وهي التي قامت بتنفيذ هذه العملية. فالإيرانيين عادة يعني يتريثوا فيما يتعلق بتحميل المسؤولية لاي طرف خارجي، لأنه سوف يرتب عليهم رد فعل. يعني لو اتهموا إسرائيل بهذا الأمر سوف يرتب عليهم رد فعل أنه الآن إسرائيل قامت بهذه العملية. دائما تقولون سوف نحتفظ بالرد في الزمان والمكان المناسب على غرار ما يطلق دائما النظام السوري، وبالتالي على الإيرانيين أن يردوا. أنت شفت عملية استهداف المبنى الملحق بالقنصلية الإيرانية واغتيال 7 من قيادات الحرس الثوري الإيراني من الصف الأول. تريثت إيران كثيرا ثم أعلنت وحملت إسرائيل مسؤولية القيام بهذه العملية بعد كان هناك تسريبات إعلامية حتى من جانب الطرف الإسرائيلي بأنه من قام بهذه العملية لإيصال عدة رسائل إلى الجانب الإيراني. فبالتالي الإيرانيين يعني ربما سوف يتريثوا في مثل هذا الموضوع، لأنه هذا شخصية ثانية في النظام الإيراني، وفي حال توجيه اتهام مباشر ضد الجانب الإسرائيلي في حال تورطوا على فرض تورطوا في مثل هكذا عملية، ينبغي على إيران أن ترد بطريقة مختلفة عما قامت به في السابق. الآن أعتقد أن النظام الإيراني في أضعف حالته، يعني عمليات الاغتيال عمليات الاختراق تتم بشكل ممنهج وغير مسبوق ضد الإيرانيين وضد حتى ميليشياتهم وأذرعهم الموجودين عبر الحريق الإقليمي. وأنت شفت عملية استهداف واصطياد عدد من القيادات العسكرية لحزب الله اللبناني بشكل دقيق وبشكل مؤثر، وهذا طرح كثير من التساؤلات عن حجم الاختراق الإسرائيلي ليس فقط لإيران ومؤسساتها الأمنية بل أيضا لميليشيات إيران وأذرعها الموجودة في المنطقة. بعتقد أنه على الرغم من التصريحات الإيرانية كما ذكرت قبل قليل، وكالة مهر الإيرانية تحدثت عن يعني لغاية هذه اللحظة لا يوجد هناك معلومات مؤكدة حول ما جرى وأنه للرئيس الإيراني ومرافقيه، هذا يتعارض مع ما طرحه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي وهو قائد سابق في من قيادات الحرس الثوري الإيراني. يعني تصريحه أنا قرأته باللغة الفارسية ويبدو أنه كان متشائم إلى درجة كبيرة جدا، جعلت عدد من الصحفيين من ضمنهم سعد الله الزارعي وهو محسوب على استخبارات الحرس الثوري الإيراني يتحدث ويقول في تغريدة له إنا لله وإنا إليه راجعون، وكانت هذه إشارة واضحة على أن إبراهيم رئيسي قد لقي حتفه. بموازاة ذلك الآن إحنا نبقى أمام تعاطي الجانب الإيراني مع هذا الأمر، خصوصا أن في هناك اجتماع الآن يجري في هذه الساعة ما في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئاسة إبراهيم رئيسي. هنالك أيضا انتقال للمساعد الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر انتقل إلى تبريز. هنالك اجتماع عاجل للحكومة الإيرانية. هنالك حالة طوارئ، حتى الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها معنية ربما بأنه حدث هنالك حدث كبير قد جرى للرئيس الإيراني، مما يشيء بأنه ربما هنالك معلومات استخبارية قد حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بأنه الرئيس الإيراني قد لقي حتفه. ولغاية هذه اللحظة مالك في نقطة مثيرة، أن الإيرانيين لم يطلبوا أي مساعدة فنية لا من روسيا ولا من الصين، على اعتبار أنهم حلفاء استراتيجيين لديهم قدرات على الاستطلاع والمسح الفضائي، وربما يعني أن هذه الأمور قد انتهت وأنه هنالك أنه الإعلان عن أنها هي مجرد فقط مسألة وقت لإعلان. نعم، شكرا لك من عمان الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية على جميع هذه القراءات.